بداية المقطع للإعلان التواصل هذا حسابي تحت راح تلقوه في الانستغرام، وأيضا اللي يبغون ينزل يعني الحلقة القادمة من نمط من الهلال في أقرب وقت، يعني كأس الملك أي شيء، وصل هذا المقطع 400 لايك عشان يستمر بإذن الله. وترككم مع المقطع. في ترقب كبير لهذه المباراة، كأس العالم للأندية البطولة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فارس فارس جيمز، مقطع جديد شايفين فيفا 20 نمط المهنة الهلال، حلقة جديدة. حلقة اليوم راح يكون عندنا كأس العالم للأندية أمام نادي عين الإمارات. بس قبل ما نبدأ، بس أنا صورت المقدم ولكن ما انحفظت، فهذه المباراة بدأت بالمعيوف جنق هيونسو والبليهي، البريك والشهراني، كان وكويلار، الفرج استبعدته زي الواقع لأن مو موجود، كاريو، الدوسري، جوفينكو وجوميز أيضا استبعدتهم لأنهم مو موجودين في قائمة الفريق بسبب الإصابة، ولكن راح يلعبون احتمال كبير إذا الهلال تأهل للدور القادم. أما عن المتوقع، الهلال أصلا ما يلعب بشلهوب أساسي، وراح يلعب بعطيف أو خريبين أو العابد، لكن أنا راح ألعب لأنه كابتن الفريق ويستاهل إنه يلعب أساسي. تشكيلة نادي العين راح تكون خالد عيسى، جمال، سالم، شيوتاني، أحمد، معروف، برمان، بزياني، والأحبابي وكايو ولابا. طبعا في كثير قال وين السد والترجي، السد والترجي وفلامينجو غير موجودين في اللعبة، فأنا حاولت أحط أندية تشبههم زي العين، زي نادي، حطيت نادي ريفر بليت. فكلوب وورد كاب الهلال أمام العين الإماراتي، الهلال يلعب أخيرا الآن في كأس العالم للأندية في نفس اليوم اللي راح تشوفوا فيه المقطع بإذن الله. راح يكون فيه مقطع عن شو اسمه، مقطع انا مو مقطع، راح يكون الهلال امام الترجي بالتوفيق للزعيم. الفائز من هذه المباراه راح يلعب مع الفائز من الفريق الافريقي والفريق النيوزيلندي. ف اذا تاهلنا راح نلعب مع فريق ان شاء الله سهل، ويكون طريقنا سهل للنهائي ان شاء الله، نقابل ليفربول. هذه تشكيلتنا، رزفان لوشيسكو كان هو المدرب السابق، حاليا فارس احمد اللي هو انا. فيلا يا فارس شد حيلك نجيب البطولة بإذن الله. تشكيلة جميلة جدا، هذا هو الرسم التكتيكي. فخلاص نقول تبدأ قمة كأس العالم للأندية. الشلهوب، البريك، يا سلام البريك، كاريو راح كاريو، خطير كاريو، سريع خطير كاريو، يوزع لكن تروح ركلة زاوية، ركلة زاوية، أول تهديد من كاريو. الشلهوب، يا السلام، لكن ما كملت المربع اكس. حلوة دواردو، غلطة الشاطر بعشرة، وغلطة دواردو، مدري غلطة المدافع بعشرة. طبعا الصعوبة نسيت أقول لكم، عالمي 4 دقائق للي يسأل. الضغط العالي يجعلنا نسجل الأول، كله بفضل الله ثم بفضل الضغط العالي. 1-0 عن طريق مين؟ سالم الدوسري. سالم الدوسري هو أول لاعب في تاريخ الهلال يسجل في كأس العالم للأندية، أول لاعب هلالي. الشلهوب، شوفوا من التهويش من إدواردو، وشوفوا العرضية من إدواردو، لكن ما كملت. لا هي فكرتها حلوة بس التنفيذ ما ضبط. خطيرة، يا السلام يا المعيوف، تصدي رائع جدا من المعيوف، كبير يا معيوف يا عملاق. والله سجله العين، يرجع من جديد 1-1. مباراة قوية، مباراة قوية، شوف الراس ما راح لها المعيوف، لكن عوافي. يلا يلا نقدر بإذن الله، عندنا لسه وقت طويل. سالم، سلم يا سالم، سلم يا سالم، سالم، خطيرة ولكن تتخلص. كويلار، شلهوب، كاريو، لكن خالد عيسى شالها خالد عيسى. يلا شهراني،
حلوة حلوة من الشهراني، ترجع أيضا من جديد للشهراني، عرضية ولكن تتخلص البليهي. حلو التمرير الشلهو، لكن الشيوتاني وضع كريو في الجيب في اللقطة الماضية. سلام كريو للشلهوب، لكن الشيوتاني من جديد يواصل التألق. السلامة كريو للسلامة، شوف 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 التمرير بسويها كريو ما ضبطت. جانا كرت احمر لمين؟ لكويلار يا ليل. التدخل يستحق بطاقة حمراء في رأيي، فرصة لهز الشباك من هذه الكرة. السلام يا سالم خلصها، بس طرد كويلار راح يأثر. السلام يا البليهي الإنقاذ، والله إنقاذ ما راح ينساه لك جمهور الهلال. خطيرة تعدي 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 الفريق الإمارات، خطير يا البريك. شوفوا كأنه شوف التمرير للكريو أخي، حلوة بس ما كملت. خطيرة. السلام يا جنغ هيون، السلام يا كنو شلهوب. والله شالها خالد عيسى، والله شالها خالد عيسى، كورة جميلة جدا. انتهى الشوط الأول 1-1. الآن عند كايو. خطيرة. كايو. توصل. مزيان. لكن البليهي البليهي البليهي. مع بداية الشوط الثاني دخلت عطيف محل الشلهوب. صار دورده هو الكابتن سالم. حلو للكابتن ادواردو. يا اخي حرام عليك ما فيها شيء. طيب الان راح ندخل باذن الله خريبين، بس خل الكوره تتوقف او يعني تخرج. سلام الشهراني قرايه اللعب. سالم ادواردو كنو. اخي مستحيل مستحيل الكورة اللي قاعدين نضيعها. حلوة يا جنك. ما يمشي ما يمشي يا شهراني ما يمشي. كذا راح تكون التشكيلة في الدقائق القادمة، راح نلعب كذا وكذا، وراح نحول التكتيك خفف الضغط ويتحول لكذا، بس عشان تكون مباراة ان شاء الله يعني في الجيب لنا. تكفي معي وشد حالك. انا لا ارجع الحارس، ترى هذا دائما لما اسويها يصد الكور الحارس، شفتهم؟ فعشان كذا دائما اسوي هذه الحركة. دواردو الى نواف. نواف العابد راح، نواف راح. أنا تننت، أنا كنت بشوتها. طولت والله طولت. يلا يا سالم. عطيف. إدواردو. جنغ هيونسو. إلى نواف. إدواردو نواف. نواف. نواف نواف العابد يسجل، نواف العابد يسجل، اللي كان راح يستبعد من القائمة واللي استبعد من القائمة وجاء بعد إصابة الفرج يسجل هدف جميل جدا. يا سلام نواف العابد. الهلال بعشر لاعبين يتقدم على العين باثنين واحد. يا سلام عليك نواف العابد، كورة عالمية وكورة جميلة من نواف العابد. اجلدهم يا العابد، اجلدهم يا العابد، اجلدهم في كأس العالم للأندية. نواف العابد يسجل هدف غالي للفريق
الغالي. الهلال باثنين واحد يتقدم على العين بدون لا جوفينكو ولا قوميز وحتى سلمان الفرج. الهلال يضرب العين وبعشر لاعبين. البريك يا سالم. السلام يا سالم. يا السلام يا سالم. ادواردو سالم حلوة لكن خالد عيسى يتدخل في النهاية. خطيرة تتخلص ترجع عطيف. الشهراني. السلام يا ياسر. ياسر الشهراني يا لعيب يا لعيب يا ياسر يا لعيب يا ياسر. يا السلام على اللقطة الماضية. شوف كيف عدى في الكل وبعدها أعطانا تسديدة جميلة جدا ولكن صدى خالد عيسى. يلا يا دوردو هدفك. الله يا ياسر. الله يا ياسر. الله يا شهراني. يا السلام عليك. يا السلام عليك يا ياسر. هدف جميل من الركنية. يا السلام يا ياسر. وش الهدف الجميل هذا؟ وش الهدف الممتع هذا يا ياسر؟ يا شيخ الله وش اقول بس. والله هدف جميل. والله هدف جميل. ياسر الشهراني الظهير الأيسر الأفضل الأفضل في الخليج أو في الشرق الأوسط كامل. ياسر الشهراني يقدم كورة جميلة جدا جميلة جدا في اللقطة الماضية ولا تتكرر. هدف من ركلة زاوية. ياسر الشهراني يعلن معها وصول الهلال إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية. مبروك يا زعماء وفالنا البطولة. نقدم ونرجع لكم. حلو. ليفربول تأهل للدور القادم وفليومنسي البرازيلي اللي هو زي فلامينغو تأهل للدور القادم وأيضا الفريق النيوزيلندي تأهل للدور القادم. فراح يكون عندنا نصف نهائي أمام الفريق النيوزيلندي يعني بإذن الله. وش نقول؟ جايينك ليفربول. طيب المباراة الجاية راح تستدعي غوميز وجوفينكو. راح نلعب ادواردو. ادواردو يستاهل انه يبدا اساسي بعد الاداء الكبير اللي قدمه بسبب طرد كويلار. فراح تكون تقريبا هذه التشكيله للمباراه القادمه. فاذا تبون الحلقه القادمه اللي راح تكون باذن الله نصف النهائي تنزل في اقرب وقت وصل هذا المقطع 400 لايك وباذن الله راح تنزل في اليومين الجايه. اما اذا ما وصلت 400 لايك يعني راح تصبر شوي. فكملك فاز جيمز في مقطع ثاني بإذن الله. مع السلامة.